النهاردة جايبه لكم طريقة جميلة جدا للبتنجان المخلل، طريقة هدية مني ليكم. اولا هي طريقة صحية، ثانيا هي طريقة اقتصادية، ثالثا طريقة مغذية، ورابعا موفرة للوقت والمجهود، وخامسا خفيفة على المعدة. يلا بينا بقى نشوف المكونات والوصفة. اول حاجة لما تيجوا تشتروا البتنجان هتنقوا البتنجانة تكون خفيفة، علشان البتنجانة الخفيفة دي بتكون قلبها ابيض زي الفل وبتكون مسكرة. تاني حاجة هنا انا عندي فلفل، الفلفل ده عندي منه انواع، عندي الفلفل الليموني الكبير دون ده بيكون حراق بس مش حراق جدا، وعندي الرفيع البلدي ده بيكون حراق جدا، وعندي الاحمر ده اللي هو كان ليموني بس استوى قوي بقى لونه احمر، وعندي كمان الفلفل الحلو، وعندي ليمون، وعندي راس توم كده كبيره، وعندي شويه من الملح وكمون وخل. يلا بقى هنشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها هنبتدي بالخلطه، هنجيب كده الفلفل بتاعنا وهنقطعه بالشكل ده، هنقطعه قطع صغيره. يا ريت بقى تقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد، تنسوش اللايك يا حلوين. كده انا قطعت الفلفل بتاعي، هجيب بقى الكبه بتاعتي، ويا سلام بقى لو عندكم هون هيبقى احلى واحلى. هنعمل ايه؟ هنحط الفلفل وهنحط الثوم في الكبه، هنحط الفلفل اللي احنا قطعناه كله بالشكل ده كده. لو عاوزه الخلطه بتاعتك تكون حراقه حطي فلفل حار، هتبقى كده سبايسي وحراقه. لو عاوزاها بارده بلاش تحطي فلفل حار خالص وحطي فلفل بارد بس. هنفرم بقى الثوم مع الفلفل بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده، من غير ما نحط معاهم اي اضافات تانية. هنجيب بقى كده بولة كبيرة وهننزل فيها الفلفل والثوم اللي فرمناهم مع بعض كويس. هنجيب الخل بتاعنا هنحطه كده في الكبة عشان ناخد كل كمية الفلفل والثوم اللي معانا، ما ترموش حاجة خالص، حرام نعمة ربنا ما نرميهاش. هنزل بقى كده كل الكمية اللي في الكبة بتاعتي، هزود بقى كده شوية خل، حطيت حوالي نص فنجان من الخل، نص فنجان صغير، وهحط بقى كده معلقتين من الملح، ما تخافوش الملح ده مش كتير لان انا عندي كمية البتنجان ما شاء الله كبيرة، عندي كيلو وربع من البتنجان. هحط بقى كده معلقة كمون صغيرة، وهعصر بقى كمان الليمونه، هجيب حوالي 3 4 ليمونات حلوين كده وهنعصرهم فوق التتبيله بتاعتنا دي. الليمون هنا بيديني طبعا طعم حلو، وفي نفس الوقت بيخلي البتنجان بتاعي ما يسودش. الطريقه دي صحيه جدا، زمان لما كنا بنقلي البتنجان كنا بنستخدم زيت كتير قوي، وكمان الزيت بعد ما نقلي البتنجان فيه كان بيتحرق وكان بيبوظ مننا وكنا بنرميه، لكن الطريقه دي ما فيهاش غير معلقتين زيت بس، ولو مش عاوزين كمان تحطوهم بلاش ما تحطوهمش، علشان كده انا قلت لكم ان الطريقه دي موفره وصحيه جدا. هقطع بقى كده اطراف البتنجان زي ما انتم شايفين كده معايا، وهفتح بقى البتنجانه من النص كاني كنت هقليها بالظبط، بس مش هنقليها، استنوا هنحشيها وهي نيه. هنحط بقى كده في البتنجانه معلقه من التتبيله وهنرصها في الصينيه، الصينيه زي ما انتم شايفين معايا مش مدهونه ولا اي حاجه خالص. هعمل بقى كل كميه البتنجان بنفس الطريقه، واقول لكم كمان على طريقه تسويه حلوه قوي، انتم ممكن تسووه على البوتاجاز من فوق لو مش عاوزين تدخلوه الفرن، وكمان ممكن تسووه في الفرن بس. وبقى انا هقول لكم الطريقه بتاعتي اللي انا سويت بيها، انا حطيته ربع ساعه على البوتاجاز من فوق، وبعدين لما كشفت عليه الورق ولقيته ان هو استوى رحت واخداه وحطاه في الفرن 5 دقايق بالظبط، طلع جميل جدا هتشوفوه معايا دلوقتي. انا كده بقى جبت معايا فلفل احمر اللي هو الحب، وقطعته شرايح علشان خاطر ازين بيه الطبق بتاعي، وكمان احنا هناكله ده مش للزينه بس، هنقطعه بقى كده شرايح رفيعه وهنوزعه كده ما بين البتنجان وبعضه، يدي شكل جمالي جميل جدا، وكمان طعمه بيبقى حلو قوي ومفيد طبعا، لان احنا عارفين ان الفلفل الالوان مليان فيتامين سي كتير جدا، وخصوصا اللي لونه احمر.
يا سلام بقى على البتنجان ده، بيبقى جميل جدا مع شوية بامية بقى كده، مع حبة بطاطس محمرة ومكرونة، مع شوية ملوخية، ما اقولكوش بقى طعمه بيبقى جميل من جماله، هتاكلوه حاف. هجيب بس كده قرنين فلفل اخضر احطهم على الوش. طبعا التتبيلة دي بقى اللي اتبقت معانا مش هنرميها، دي التتبيلة اللي هيستوي فيها البتنجان بتاعنا، هنوزعها بقى كده على وش البتنجان بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. هغطي بقى الصينية بتاعتي دي الاول بورق زبدة، لو عندي غطا على قد الصينية خير وبركة غطوه، لو مفيش حط ورقة زبدة وبعدين ورقة فويل علشان خاطر نكمر البتنجان بتاعنا ويستوي على البخار. مش هتتعبوا جدا في الطريقة دي خالص، الطريقة دي بسيطة جدا في منتهى البساطة. كده انا خلصت التتبيلة، هسويه بقى على النار زي ما قلت لكم ربع ساعة، وبعدين هشيل الورق من عليه بعد ما يستوي واحطه في الفرن 5 دقايق. هحط بس على الوش كده معلقتين زيت علشان خاطر يبقى بيتلمع معايا ويكون شكله حلو. مش عاوزين تحطوا معلقتين الزيت دول خلاص ما تحطهمش. هقول لكم بقى على حركة حلوة قوي لما تيجوا تقدموا البتنجان او تقدموا اي حاجة بالذات تكون معمولة في الفرن، هقول لكم ازاي تخلوا شكلها جميل جدا وتخلوا ضيوفكم ينبهروا بشكل الاكل بتاعكم ويحبوا شكله جدا، واولادكم كمان هتعجبهم قوي الحركه دي وهتجمل شكل الاكل. بعد ما الحاجه بتاعتي بتستوي في الفرن بجيب فرشه قبل ما اقدمها. بصوا انا بجيب الفرشه بتاعتي وباخد بقى من الصوص اللي نزل في الصينيه من تحت وبلمع بيه الحاجه بتاعتي، سواء بقى كانت فراخ سواء كانت طاجن بتنجان زي القمر بتاعنا ده كده، اي حاجة انتوا عاملينها في الفرن اتعاملوا معاها بنفس الطريقة، لما تكون ليها صوص كده هتلمع وشها هتكون جميلة جدا. وكمان لو عاملين مثلا طاجن رز معمر هتجيب قطعة زبدة وهتدهنوها، وكمان المخبوزات، يعني بجد الحركة دي بتفرق جدا في شكل الحاجة، ده شكل جمالي جميل جدا. كده صينية البتنجان بتاعتي بقت جاهزة، هحط بس كده شوية جرنش بسيطة. انا محضرة هنا كده ليمونة قطعها نصين زي الوردة، وهعمل لكم فيديو ازاي تزينوا الليمون والفلفل علشان خاطر تجملوا بيهم الاكل بتاعكم. طبعا احنا عارفين ان العين بتاكل قبل البق، فلازم تكون الحاجة شكلها حلو. هو بصراحة الصينية بتاعتنا مش محتاجة تتجمل، بس انا قلت ازود الجمال بتاعها شوية. وقطعت كده شرايح رفيعة من الفلفل وحطيتها حوالين الفلفل الاحمر والليمون كانها ورد كده، ادت للطبق شكل جميل جدا بجد، طبق يفتح النفس جدا. اللي مش عاوز ياكل هياكل مخصوص بسبب البتنجان ده. شرايح بسيطه كده من الليمون، وكده الصينيه بتاعتنا بقت جاهزه. يا ريت بقى تقولوا لي رايكم في الوصفه في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. متنسوش اللايك يا حلوين. باي باي.